تحياتي ليك يا كابتن ميدو، تحياتي كابتن شريف عبد المنعم، كابتن ربيع ياسين، كابتن عادل عبد الرحمن، وطبعا تحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. اكيد مباراه غايه في الاهميه بالنسبه للنادي الاهلي النهارده في دور الثمانيه من بطوله كاس مصر امام فريق الاسيوطي، وهو احد الفرق المميزه في بطوله الدوري بالتحديد هذا الموسم، واللي ضمن البقاء في بطوله الدوري مبكرا تحت طبعا قياده الكابتن علي ماهر، وبيحتل المركز التاسع في بطوله الدوري. فبالتالي فرقه جيده، فرقه ابتدت الموسم ونهيته بشكل جيد جدا بالتحديد في بطوله الدوري، لكن ايضا في بطوله الكاس هم بيسعوا لتحقيق مفاجاه امام النادي الاهلي، وده ان شاء الله ما يحصلش خلال مباراه اليوم. لكن بالنسبه للنادي الاهلي، النادي الاهلي واخد هذه المباراه منتهى الجديه، خصوصا ان هي مباراه كاس، وطبيعي النادي الاهلي بينافس على اي بطوله هو بيشارك فيها. فبالتالي الجهاز الفني واللاعبين مركزين في هذه المباراه بشكل كبير جدا، وتحديدا بعد الهزيمه من نادي الزمالك في المباراه السابقه بنتيجه 2-1 في الجوله الاخيره من بطوله الدوري. بالتالي من هنا جايه صعوبه المباراه، من هنا طبعا طالب الكابتن حسام البدري اللاعبين ضروره التركيز في هذه المباراه، ضروره محاوله انهاء المباراه مبكرا قبل الدخول في الاوقات الاضافيه وايضا ضربات الجزاء الترجيحيه في حاله التعادل. فبالتالي في تركيز كبير جدا للكابتن ميدو من اللاعبين. خليني اقول لك طبعا ان بعض الغيابات ممكن تكون مؤثره النهارده بالنسبه لفريق النادي الاهلي، سواء سعد سمير، وليد ازارو، علي معلول اللي يمكن اتصاب تاني في مران اول امس، لكن عايز اطمن بالتحديد جمهور النادي الاهلي على حاله الاصابات، وبالتحديد سعد سمير وعلي معلول، وخلاص بنسبه كبيره جدا هيكونوا جاهزين لمباراه الترجي ان شاء الله يوم الجمعه القادم، وهي مباراه تكاد تكون اكثر اهميه بالنسبه للنادي الاهلي وجماهيره، وخصوصا هي مع بدايه دوري المجموعات في بطوله دوري ابطال افريقيا، وهي الهدف الاساسي والاسمى بالنسبه لجمهور النادي الاهلي والجهاز الفني، وبالتالي بالنسبه للاعبين. الاستعدادات كانت قويه من قبل الجهاز الفني يا كابتن ميدو، من قبل اللاعبين لهذه المباراه، وده واضح خلال التدريبات السابقه، واضح طبعا خلال المحاضرات بالنسبه للكابتن حسام البدري، وكان في تركيز كبير على اخراج اللاعبين من الحاله النفسيه السيئه بعد الهزيمه المفاجئه امام نادي الزمالك بنتيجه 2-1 في بطوله الدوري، وده يمكن شيء مش معتاد عليه لا جمهور النادي الاهلي ولا حتى لاعيبه النادي الاهلي، وبالتحديد في بطوله الدوري النادي الاهلي كان بقاله 11 سنه ما بيخسرش من فريق النادي الزمالك. فبالتالي كان في جلسات اكيد مهمه جدا من قبل الجهاز الفني بالكامل، وبالتحديد من قبل الكابتن حسام البدري المدير الفني وقائد الفريق، طبعا لتجهيز اللاعبين نفسيا لهذه المباراه، وضروره طوي صفحه الهزيمه الاخيره بالنسبه للنادي الاهلي، وضروره التركيز فيما هو قادم، وخصوصا النادي الاهلي مقبل بدايه من مباراه النهارده امام الاسيوطي في بطوله كاس مصر، على مباراه اكيد مهمه جدا، وان شاء الله من خلالها النادي الاهلي يتاهل للدور نصف النهائي، وايضا المباراه المقبله امام فريق الترجي التونسي، وهي مباراه غايه في الاهميه بالنسبه للنادي الاهلي. لكن خليني سريعا اكلمك على الاجواء النهارده بالنسبه للفريق يا كابتن ميدو، قبل دقائق قليله من خروج التشكيل الرسمي للنادي الاهلي وايضا لفريق الاسيوطي. النهارده طبعا الفريق كان متواجد في معسكر في احد الفنادق القريبه من استاد السلام، واللي بيستضيف هذه المباراه النهارده. طبعا في البدايه كان صباحا في ميعاد الفطار بالنسبه لفريق النادي الاهلي واللاعبين والجهاز الفني بالتحديد في تمام الساعه 9 صباحا، في تمام الساعه 2:30 مساء كان ميعاد الغداء، وايضا المحاضره من قبل الكابتن حسام بدري والجهاز الفني للاعبين كانت في تمام الساعه 5:45 مساء، واستمرت بالتحديد لمده ربع ساعه، ثم طبعا توجه فريق النادي الاهلي وتحرك الاتوبيس الخاص بفريق النادي الاهلي في تمام الساعه 5 طبعا مساء، منذ حوالي تحديد ساعة حتى وصل الفريق خلال نص ساعة هنا لاستاد السلام. خلال لحظات هيخرج تشكيل الفريق، لكن أيضا خليني أكلمك سريعا على الأجواء هنا في استاد السلام، وخصوصا الجو حر جدا يا كابتن ميدو، يمكن درجات الحرارة تكاد تصل ل 36 أو 37 درجة مئوية، فبالتالي درجات الحرارة مرتفعة شوية النهاردة. أيضا الرياح الشديدة هنا في استاد السلام، وهي الرياح بشكل عام جدا النهاردة في القاهرة، الرياح يمكن شديدة شوية ممكن تأثر على المباراة من الناحيه الفنيه بشكل او باخر، لكن نتمنى ان شاء الله ان ما يكونش التاثير كبير، ان شاء الله نتمنى بالتحديد لفريق النادي الاهلي ان هو يقدر يؤدي مباراه قويه ويقدر يحسم هذه المباراه مبكرا، عشان يقدر ان شاء الله ان هو يتاهل لدور نصف النهائي من كاس مصر، وهو حامل هذا اللقب المهم جدا، وطبعا من احدى اهداف فريق النادي الاهلي النهارده والجهاز الفني وهذا الموسم بالتحديد، هو جمع الثنائيه المحليه بعد الفوز ببطوله الدوري قبل نهايتها بست اسابيع. ايضا النادي الاهلي بيسعى الموسم الثاني على
التوالي ان هو يحقق بطوله كاس مصر وتحقيق الثنائيه، ده بخلاف طبعا بطوله السوبر اللي قدر النادي الاهلي من بضعه اشهر ان هو يفوز بها، ليه ان شاء الله التفرغ بشكل كبير لبطوله دوري ابطال افريقيا، وهي البطوله الهامه جدا بكل التاكيد. خليني اقول لك ارضيه الملعب جيده جدا يا كابتن ميدو النهارده، خصوصا استاد السلام خلال الفترات السابقه ما كانش فيه مباريات بالشكل الكبير اللي كان عليه فيما سبق، طبعا كان مباريات كتيره جدا بتتلعب في استاد السلام، فبالتالي ارضيه الملعب النهارده واضح ان هي ارضيه جيده. كابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن طارق سليمان وكابتن ابو العلا نزلوا من حوالي 5 دقائق كده، بصوا على ارضيه الملعب وشافوا حالتها، واضح ان هي حالتها جيده ان شاء الله، وممكن تكون مساعد او لائقه بالتحديد لاستضافه هذه المباراه المهمه بالنسبه للنادي الاهلي خلال مباراه اليوم. اكيد في النهايه نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه كابتن ميدو، وان شاء الله يقدروا يحققوا فوز مهم جدا يتاهل من خلاله لدور نصف النهائي من بطوله كاس مصر. لو عندك اي استفسار يا كابتن ميدو اتفضل، قبل دقائق بالظبط ان شاء الله اجيب تشكيل الفرقتين وارجع لحضرتك اقول. طيب ماشي يا امير، انا بس عايزك تطمنا وتطمن الجميع على احمد فتحي وعلى حسام عاشور. تمام، احمد فتحي بالتحديد يمكن كان متواجد في معسكر الفريق النهارده، فبالتالي الجهاز الفني بقياده الكابتن حسام البدري قرر راحه احمد فتحي من هذه المباراه، خصوصا ان هو بيعاني من بعض الاجهاد، فبالتالي عشان ايضا يكون لائق خلال المباراه المقبله بالتحديد امام فريق الترجي، وهتكون مباراه غايه في الصعوبه اكيد، خصوصا ان فريق الترجي احد الفرق الكبيره والمرشحه بقوه في بطوله دوري ابطال افريقيا بجانب النادي الاهلي بشكل طبيعي، فبالتالي كابتن حسام البدري بيحاول يريح اكبر قدر من اللاعبين لهذه الموجهه، طبعا في يعني مع حاله التوازن بيحاول يعملها الجهاز الفني من خلال هذه المباراه ايضا، لان هي هدف مهم وفوز مهم من خلال هذه المباراه النادي الاهلي تاهل لدور نصف النهائي، فبالتالي هي حاله من التوازن بيحاول يعملها الجهاز الفني بقياده الكابتن حسام البدري. نفس الحال بالنسبه لحسام عاشور، لسه ما اتضحش هل هيكون متواجد في المباراه بشكل اساسي النهارده ولا لا، لكن ده هيبان من خلال التشكيل اللي هيخرج خلال دقائق يا كابتن ميدو. تمام يا امير، مستنيين التشكيله الرسميه ان شاء الله تجي لك وتوفينا بيها بسرعة.